في مدينة سيدي عبد الرحمن، وفي وسط الدار تحت شجرة الكرمة كاين قبورة تاع زوج أميرات فاطمة ونفيسة، وهذا قدام الزاوية القديمة تاع سيدي بن علي اللي كانت بزاف مشهورة، وين هذا المقام ولا مسجد يصلوا فيه الناس اللي يسكنوا الحومة. هذا المقام كانوا فيه بزاف القبورات دايرين على واحد القبر بالقبة، واللي مدفونين فيه زوج ولية صالحين، سيدي بن علي وسيدي إبراهيم بن موسى، وين كانوا النساء يجوا يديروا الزيارات ديالهم يربطوا طرف القماش بالوان في شجرات اللي كاينين، يدبحوا سردوك ويشعلوا الشمع. قبور الولية كانوا مغطيين بالقماش الفاخر ومنقوشين على الطريقة العثمانية، بصح مع الوقت نساو الناس القبورات عهد الولية خاصة خلال التسعينات، وين غلقوهم بالبيطون وحرموا زيارتهم باستثناء زوج قبورة موجودين، مرسول كبير وباب تحديد مدفونين فيهم زوج نساء فاطمة ونفيسة، يحكيو فيهم كامل القصبة على حكاية الحب المستحيل والمأساوي اللي عاشوا في حب راجل واحد واللي كان عسكري في الجيش الانكشاري. فاطمة ونفيسة بنت الباشا حسن صاحب المقام الكبير في المدينة، قصة حبهم المستحيلة انشهرت بصورة البرق في المدينة، الشيء اللي سبب فضيحة وحرج كبير لباباهم الباشا، وين هاد زوج خيات خلوا رواحهم يموتوا بالهم والحزن على خاطر ما قدروش يتغلبوا على المصيبة ديالهم، ودفنوهم قدام بعضهم في مقبرة صغيرة بالقصبة، واللي ولات معروفة من بعد بمقبرة الأميرات. بصح في رواية واحدة أخرى يقولوا بلي هاد العسكري حب يتزوج مع الخيات بين زوج، بصح الباشا حسن ما قبلش، بناته استغلوا الغياب ديالو وتزوجوا به رغم المعارضة تاع باباهم اللي قتلهم بين زوج كرجع من السفر ديالو. من وجهة نظر تاريخية من المحتمل أنه هاد الأميرات ماتوا في وقت واحد وعاشوا المأساة، كي نقراو النقوش الموجودة على الضريح ديالهم نلقاو أن الرتبة تاع باباهم ماشي هي نفسها، فوق قبر فاطمة مكتوب البي حسن، الشي اللي يدل أنه كان مازالو حي وعنده لقب البي. بالصح فوق قبر نفيسة مكتوب المرحوم الباشا حسن، الشي اللي يدل أنه ميت، وعليها نستنتجو أنه هاد زوج أميرات ما ماتوش في نفس الوقت، وفي الآخر تبقى حكاية فاطمة ونفيسة المدفونين في هاد المقبرة العثمانية من بين الحكايات المشهورة في القصبة، وخسارة السياح ما ولوش يزورهم في العوام الأخرى، ولا المكان مهمل ومنسي. لازم علينا نعود نرمم ونستحفظ بهذا التراث ديال الماضي اللي يعتبر جزء صغير من التاريخ، ومن حكي على الزمان محلاهم هاد الملاقيات اللي بهن القعدات ومغلاهم.